أما الآن فدعونا نذهب إلى شمالي القطاع وبالتحديد شمال غزة، حيث شجرة المانجو التي تحمل في أغصانها حكاية صبر وانتظار. لست سنوات كاملة ظلت هذه الشجرة دون أن تثمر على الإطلاق. هذا العام وبطريقة غير متوقعة قررت هنا الشجرة أن تثمر. حكاية مختلفة طبعا. تفاجأ الجميع عندما بدأت أزهار صغيرة بالظهور على أغصانها تتحول ببطء إلى ثمار مانجو ذهبية اللون. كان ذلك أشبه بمعجزة صغيرة وسط كل ما يحيط بهم من صعاب أو من صعاب وتحديات. ربما كانت هذه الشجرة تنتظر الوقت المناسب، ومع كل ثمرة تنضج تتجدد الأمال بأن التغيير ممكن وأن الخير قد يأتي بعد طول انتظار. فالمشاهد صدقوني رحمة ربنا فوق كل شيء. يعني احنا في شمال غزة إلنا 10 شهور بنعاني من حصار ودمار وإبادة وتجويع. في عنا شجرة لدار جيراننا، تمام، شجرة مانجا. شجرة المانجا هذه إلها 6 سنين ما بتحملش، ما بتطلعش ثمر. من دون السنين السنة هاي طلعت المانجا هاي. فسبحان الله، بقولكم رحمة ربنا فوق كل شيء، وإن شاء الله القادم خير للمسلمين بإذن واحد أحد. وبنقول يا رب وصبر.